هذا الليف. طبعا احنا فريق الكاراتيه في ناحيه شارك في بطوله جراند بريكس كرواتيا اللي هي بطوله دوليه في كرواتيا، بشارك فيها السنه 23 دوله 1700 لاعب. طبعا هاي البطوله هي بطوله تحضيريه لكل المنتخبات الاوروبيه تقريبا قبل بطوله اوروبا اللي راح تصير بسويسرا. الفريق تبعنا من ناحيه شارك بخمس لاعبين، طبعا يحيى سرحان البطل المعروف، وعندنا احمد ابو البصل كمان بطل اسرائيل بطل معروف، والشباب الصغار اللي هن عم بشقوا طريق النحو النجوميه في الكاراتيه ري عتمي وويس عتمي ومي سرحان اللي هن مثلوا فريق الكاراتيه تبعنا في هاي البطوله في كرواتيا. البطوله شارك فيها نقدر نقول اغلب ابطال اوروبا ابطال العالم في كل الاوزان، بطوله مستوى عالي جدا. وبالنسبه للنتائج اللي كانت لنا نتائج طبعا غريبه، يعني ما كناش نحلم نصل لهي المراتب، بس الحمد لله بتعب الطلاب بالتمارين وبالجهد اللي نعطوه وصلنا نحصل على مرتبتين. طبعا المفاجاه الكبيره كانت للمنتخب الاسرائيلي كله، للبعثه الاسرائيليه كانت هي فوز احمد ابو البصل المرتبه الثانيه في هاي البطوله. هاي اول ميداليه لدوله اسرائيل هاي البطولة في جيل فوق ال 18 سنة، يعني إسرائيل صرنا نشارك فيها حوالي 8 سنين هاي البطولة، ولا مرة واحد من إسرائيل قدر يحصل على ميدالية فوق ال 18 سنة. فأحمد أبو البصل عمل الإنجاز الأول بهاي البطولة وحصل على المرتبة الثانية، مع إنه نقدر نقول كان في التحكيم شوية إشكاليات، لأنه يعني طبعا هو بيمثل إسرائيل، وبديش أحكي كثير عن السياسة اللي بتصير، بس انظلمنا بهاي النقطة لأنه إسرائيليين. فاحمد كان لازم ياخذ المحل الاول، واللي بيحضر الفيديو راح يشوف انه احمد رفع راسنا وبيستاهل المركز الاول في هاي البطوله. طبعا النتائج وصلت للاتحاد الاسرائيلي للاداره، وبس وصلنا على البلاد كانوا محضرين لنا دوره على المحل المكتوب انه احمد ابو البصل راح يمثل دوله اسرائيل في بطوله اوروبا بسويسرا من 5 الى 8/2/2015، يعني اخرى جمعتين. طبعا البطله عندنا الصاعده طبعا ريا عتمي، واحده من البطلات اللي عندنا اللي في البطولات المحليه وبطولات اسرائيل دائما بتفوز، طبعا قدرت تصل للمرتبه الثالثه، كل احترام لريا، اول مره بتسافر على بطوله خارج البلاد وقدرت تحصل على نتيجه مشرفه لإلها، رفعت راسها راس اهلها اهل البلد الجميع، كل احترام ريا من هان لقدام. طبعا وويس عتمي كمان لعب ولعب كمان بمستوى عالي جدا، بس ما حالف الحظ انه يحصل على مراتب متقدمه. مي سرحان كمان هي بطلة وصاعدة، نتأمل إنه